قبل ما نحكيه على آخر تحضيرات الترجي لكلاسيكو غدوة إن شاء الله لحد الأربعة متاع العشية قدام ليتوال، أوضح طارق الفرجاوي مدير الحي الوطني الرياضي أن حجم الخسائر المادية أثر عمل الشغف في مباراة الدورة النهائي لكأس تونس لكرة اليد بين الترجي والإفريقي بلغت قرابة 100,000 دينار، هذا خسائر للقاعة الرياضية المغطاة برادس. ورجع الموعد نهائي دوري الأبطال وبغياب مؤقت للترجي غول إفريقيا شاء من شاء وكره من كره. تأهل فريق الوداد المغربي للمباراة النهائية من بطولة دوري تشامبيونز ليغ الإفريقية قدام بيترو أتليتيكو الأنغولي بعد الفوز بنتيجة 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف النهائي. وفي الجانب الآخر يلتقي الأهلي أمام وفاق ستيف مساء اليوم في المواجهة الثانية من إياب نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقية 8 متاع الليل. وستقام مباراة نهائي دوري الأبطال الإفريقية يوم 30 مايو الجاري والذي ستجمع الوداد المغربي والمتأهل بين الأهلي ووفاق ستيف. ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي على أرضية استاد محمد الخامس في الدار البيضاء. رجع التحضيرات الأحمر والأصفر بالنسبة لماتش غدوة في الجولة الرابعة من مرحلة التتويج لبلاي أوف باش تكون حصة التمارين اليوم حاسمة في تحديد مشاركة الظهير الأيمن للترجي رائد الفادع وهل قادر يلعب ماتش غدوة ضد النجم، وحيث تلقى الفادع إصابة وكان يحس بوجع واكتفى البارح بالجري وبعض التدريبات الخفيفة. وفي الكرة الطائرة البارحة صعد الترجي إلى الدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة والتي تقام بقاعتي إقليبيا والهوارية، وبفوزه البارحة على بنك الأسهم الكيني بثلاث أشواط مقابل صفر. والتحق الترجي في دور الثمانية بكل من الأهلي المصري وخدمات الجمارك النيجيري اللذان كان ترشحا في وقت سابق على التوالي على مدى ولابو الأثيوبي وكذلك ولايتا ديشا الأثيوبي. وسيواجه الممثل الثاني للكرة الطائرة التونسية الأولمبي القليبي لاحقا لحساب الدوري ثمن النهائي للجيش الإفواني.